السلام عليكم ورحمة الله، تحية لمشاهدينا الكرام من المملكة العربية السعودية. نستعرض لكم الحالة الجوية المتوقعة على مناطق واسعة من البلاد خلال الأيام القادمة. نبدأ معكم بصور الأقمار الاصطناعية لنهار هذا اليوم الاثنين. هناك غيوم رعدية كثيفة تشكلت في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودية وأجزاء واسعة من اليمن. هذه الغيوم عملت على تساقط الغزير للأمطار المصحوب بالعواصف الرعدية وتساقط البرد في بعض المناطق، كذلك عملت على تشكل السيول خاصة في المناطق التي تقع شرق المرتفعات الجبلية مثل بيشة وكذلك شرق منطقة مكة المكرمة وشمال الطائف ومكة المكرمة. أيضا الأمطار عليها كانت غزيرة ومستمرة بغزارتها وشدتها في اليمن، في أجزاء واسعة من اليمن وخاصة العاصمة اليمنية صنعاء. هذه الغيوم الرعدية تبدأ بالامتداد إلى غرب منطقة الرياض والدوادمي، كذلك أجزاء من جنوب القصيم. في هذه الأجزاء خلال الساعات القادمة من ليلة يوم الاثنين تكون الأمطار بشكل عام خفيفة إلى متوسطة الشدة، وربما تشمل العاصمة الرياض لاحقا من ساعات صباح يوم الغد، لكن تكون بشكل خفيف جدا وأمطار خفيفة غير مصحوبة بالرعد. نبدأ بالحديث عن الحالة الجوية المتوقعة خلال اليومين القادمين الثلاثاء والأربعاء. هناك تطور بالحالة الجوية بشكل عام، هناك منخفض جوي سوف يمتد ناحية المناطق الداخلية من المملكة العربية السعودية تزامنا مع تواجد مرتفع جوي في أجزاء من صحراء ربع الخلي، يعمل ذلك على دفع رياح رطبة ودافئة نحو داخل المملكة العربية السعودية تزامنا مع استمرار تدفق الرياح الباردة نحو مناطق واسعة من المملكة العربية السعودية في الطبقات العليا والوسطى من الجو. هذا النظام يعمل على استمرار تشكل العواصف الرعدية الشديدة وخاصة شرق المرتفعات الجبلية مثل بيشة، كذلك شرق مكة المكرمة، شرق أبها، نجران. هذه الأمطار تكون مصحوبة بالرعد وتساقط البرد ونشاط الرياح المثير للأتربة والغبار وانخفاض في مدى الرؤية الأفقية. الأمطار الغزيرة تستمر أيضا على أجزاء واسعة من اليمن وربما تشمل أيضا المكلا وحضرموت خلال الأيام القادمة بمشيئة الله. أيضا الأمطار تشمل وسط المملكة العربية السعودية وكذا مثل منطقة الرياض وخاصة الأجزاء الغربية من منطقة الرياض مثل الدوادمي وعفيف. أيضا تشمل الأمطار منطقة القصيم، أجزاء محدودة جدا من شرق المملكة العربية السعودية. هذه الأمطار أو الغيوم الركامية سوف تنتشر بشكل أفضل إن شاء الله خلال نهاية الأسبوع ناحية وسط المملكة العربية السعودية وشرقها ودولة الكويت وأجزاء أيضا من جنوب شرق العراق، ولكن تستمر بقوة كبيرة على المناطق الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودية. بشكل عام طبيعة الأمطار في العاصمة الرياض خلال اليومين القادمين الثلاثاء والأربعاء هي بشكل خفيف إلى متوسط الشدة، ربما يصحب مع الرعد في فترات وخاصة ساعات ليلة يوم الأربعاء على الخميس، ربما تصبح الأمطار أفضل وأكثر شدة إن شاء الله. وبنظر إلى التنبيهات المتوقعة خلال من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة، أمطار غزيرة وسيول متوقعة خاصة في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودية. أيضا هناك عواصف رملية ورياح قوية في جنوب غرب البلاد، في غرب البلاد وخاصة حول غرب منطقة الرياض، كذلك شرق المرتفعات الجبلية. هناك اضطراب حاد في أمواج البحر وخاصة البحر الأحمر خلال اقتراب العواصف الرعدية والغيوم الكثيفة بمشيئة الله خلال الأيام القادمة. بالنهاية لا تنسوا متابعة موقع طقس العرب للمزيد من التفاصيل حول هذه الحالة الجوية. لا تنسوا أيضا تحميل تطبيق طقس العرب. كان معكم المتنبئ الجوي حسن عبد الله، في أمان الله.